عندنا ان شاء الله ملتقى الاحد القادم الساعة 7 مساء على برنامج زوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اول ما رجعت مصر من 7 سنين تقريبا ولاحظت في نقص في الوعي شديد جدا عند بعض الطلاب وبعض اولياء الامور. النقص ده كان عنيف لدرجة ان هو ممكن يضيع طالب قوي، طالب متميز، دماغه شغالة، عنده قدرة على بذل المجهود، عنده همة وعنده هدف عايز يوصل له، والطالب بيبذل مجهود قوي جدا ولكن النتيجة بتساوي صفر. ليه؟ لان الطالب ماشي في اتجاه غلط بسبب نقص الوعي، بسبب ان محدش قال له ايه الصح وايه الغلط. عشان كده من 2016 بدأنا سلسلة من الندوات والملتقيات عشان نوعي اولياء الامور، نقول لهم ايه الحاجة اللي انت لو عملتها هتوصل للهدف اللي انت عايزه بشكل اكيد وبشكل سريع، وايه الحاجة اللي انت لو عملتها او ايه الطريق اللي انت لو مشيت فيه مش هنوصل لاي حاجة وهنضيع وقتنا. عندنا ان شاء الله ملتقى الاحد القادم الساعة 7 مساء على برنامج زوم، حابين كلكم تكونوا معانا. الملتقى هنتكلم فيه على خطة عملية واضحة ازاي اقدر احقق سكور عالي في وقت قياسي، ايه الفرق ما بين الامتحانات الثلاثة اكت والسات والاي اس تي، وازاي اختار الامتحان المناسب ليا، ايه حكاية السات الالكتروني وايه الفرق ما بينه وما بين السات الورقي، وهل هيتم اعتماده في مصر ولا لا. طالب بيعمل سكورات كويسة جدا في البيت لما بيحل بيروح الامتحان بيجيب سكورات قليلة جدا ملهاش علاقة باللي هو جاب. هنتكلم على الحاجات دي وحاجات تانية كتيرة، نحب ان انتوا تكونوا معانا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.